في بيت صغير على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، استطاعت ريم صابوني في آذار من العام الماضي أن تنشأ أول نادي يضم الأمهات العرب. كانت الفكرة بالأساس لدعم السوريات بالقاهرة وتوفير مساحة آمنة ودافئة لهن ولأطفالهن. ثم انضمت إليه نساء من جنسيات عربية مختلفة ومن تركيا والسويد والإمارات كذلك، حتى وصلوا لأكثر من 1000 سيدة. 7 سنين من حياتي هي اللي مهدت لي لفكرة أرب مومز كلاب أساساً. يعني هي الفكرة مش طلعت بين يوم وليلة إطلاقاً، لا، يعني هي نتاج خبرات وتراكمات وأفكار ومعاناة والعديد من الصعوبات والنجاحات برضو. يعني أنا برضو قدرت أنجح يعني بفكرة أن أنا أقدر أحقق نفسي وذاتي من خلال أمومتي. حصلت ريم عن ناديها الذي أنشأته بجهود تطوعية من المشاركات على جوائز عديدة، منها جائزة لريادة الأعمال المجتمعية للشباب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما كرمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتطمح أن تجمع كل الأمهات العرب تحت مظلة هذا النادي. طموحات كبيرة، عايزة أرب مامز كلاب تكون مصدر المعلومة التربوية الصحيحة لكل النساء أو الأمهات العرب. البداية كانت من عدم تأقلم طفلها بالمجتمع المصري، فاضطرت لدراسة دبلومة تربوية متخصصة وهي المنتسوري. عقب تخرجها تطوعت لإنشاء رابطة للسوريات بالقاهرة، لكن لم تستمر بها لحاجة طفلها إليها، فضحت بالعمل لأجله. ثم تنوعت مشاركاتها التطوعية في مشاريع لدعم السوريات بالقاهرة بشكل غير منتظم. فسبت العمل فترة، وبرضه زي ما قلت لك كان لي أعمالي الثانية التطوعية، زي مثلا نظمنا مثلا رحلات سياحية للسوريين. بعدين اشتغلت في مشروع تطوعي بالتعاون مع زميل لي مصري، عملنا حاجة اسمها صفحة لتسويق المنتجات السورية اليدوية. رغم تضحيتها بفرص كثيرة لأجل طفلها، إلا أن أمومتها كانت الدافع وراء تأسيس ريم صابوني لأول ناد يضم الأمهات العرب، يدعمن بعضهن ويتشاركن معرفتهن حول التربية ومهارات تطوير الذات وفرص العمل كذلك. راديو روزانا، إناس كمال، القاهرة.